الحقيني يا ريهام، كل حاجه بتضيع مني. عايز نعمل لك ايه بس يا بابا؟ ما عنديش سيوله تغطي الكارد بتاعك ده. بس عندك حته ارض وانا جايب لك ليها مشتري هيحط لك فيها رقم ما تحلميش بيه. مش هبيع يا بابا، بقالي 10 سنين بقول لك مش هبيع. بقى ما تبيعيش حته ارض وتنجد ابوكي من الورطه اللي هو فيها. طيب ما تروح لمراتك الجديده وخليها تساعدك وتقف جنبك. ايه دي؟ وانت عرفتي من اول يوم؟ بس انا ما عملتش حاجه غلط. وانا مش بحاسبك ومش من حقي اني احاسبك، زي ما انت كمان مش من حقك تقولي بيع الارض. قولي بقى ان انت بتتلككي بحكايه جوازي دي عشان ما تساعدنيش يا ريهام. انا خدت الارض والفيلا من قاسم عشان اعمل زي ما انت عملت بالظبط، اتجوز. فما ينفعش اسامحك انت واخد فلوسه هو وكمان عايزنا اديها لك. عبد الحليم اللي قالك الكلام ده صح؟ هو ابن الرفض هو السبب في المصيبه اللي انا فيها دي. عبد الحليم ما ضربكش على ايدك وقال لك روح اتجوز على ماما، الست اللي وقفت طول عمرها جنبك وجنب ولادك. عندك حق يا ريهام، وانا ما يرضيني ازعلك. لو يرضيكي اطلقها، اطلقها دلوقتي حالا. لا ما يرضينيش، والموضوع مزعلني بس ما يخصنيش. انت حر تطلق ما تطلقش، ماليش فيه. عارفك طول عمري القرش ابوكي وامك. بابا ملوش لازمه الكلام ده. وبعدين معلش يعني، هو انا جايباه من بره؟ انا هقوم اتعشى. ما تقوم تتعشى معايا. ماشي. ولا اقول لك بيقولوا الاكل بعد الساعه 8 مضر للكبار في السن. رباب بيتي يا رباب. هاتي انا حوضي. بس بيها يا بيتي عشان خاطر محمد. يلا خدي خدي. طلعيها انت يا بنتي. مالك يا صافي؟ مش طايقه ريحه الاكل. انا وعيالك بقى لي مده يا بنتي تعبانه ومالكيش نفس. اوعي تكوني حامل يا بنتي. ها طب وماله؟ ماله يعني ايه؟ يبقى اللي انا خايفه منه صح. انت حامل يا بنتي؟ ايوه يا ام حامل. يا مرارك يا مرارك يا وديده. ليه بس يا ام؟ ده بدل ما تفرحي وتباركي لي، انت وعي اللي هتعملي ليه معانا ايه؟ انا وعي لمحمد وبس يا ام. فكرك يعني هيفرح لما يعرف انك بتموتي راحتك؟ ده كله بتعربنا يا ام. لا مش هيحصل، انا هقول له مش هيحصل يا صافي. تعالي هنا يا ام. رايحه فين؟ عنده ناس. ليه كده يا بنتي؟ ليه يا صبري؟ عايزه تحرجي قلب امك ليه يا بنتي؟ بحبه يا ام. عايزه افرحه. انت اللي غرقتني الغرقه دي. انا محامي يا خليل بيه، يعني بنفذ اللي انت عايزه. ايوه بس انت اللي شرط عليا الشوره السوداء بتاع البنك دي اللي جابتني الارض. هو انا يعني ضربتك على ايدك علشان تتعامل مع البنك؟ طب شوف لي حل. انت عارف الحل، ادفع الفلوس. نعم يا اخويا، ده ايه الفقاقه دي؟ يعني انا جاي لك عشان كده؟ وانت جاي لي عشان ايه؟ شوف لي معاك مبلغ. شوف لي معاك مبلغ عشان اسدد الدين اللي علي. ما انت عارف انا ولا بسلف ولا بستلف. نعم يا اخويا، يعني انت بتخلع مني انت وابوك دلوقتي؟ لا اقسم بالله العظيم. في يا بابا تزعلي. تعالي يا منى شوفي جوزك. جوزك اللي سلمني تسليم اهالي للبنك وجابني الارض دلوقتي ما هواش عايز يقف جنبي. هو الكلام ده صحيح؟ ملوش حيل يرد عليك اهو. بصي أنا الكلام اللي كنت عايز أقوله أنا قلته خلاص وما عنديش كلام تاني. يبقى خلاص هاخد بنتي. يلا يا أم. ده مش قرارك. لا ده أنت بتحلم. بنتي بعد اللي أنت عملته مع أبوها وغرقته مش هتعيش معاك دقيقة واحدة. صحيح يا أنا؟ هتسيبي جوزك وتروحي معاه؟ رد عليه قولي له اخترتي مين؟ دلوقتي بتخيرني يا بابا بعد كل السنين دي؟ مش حاسس انك متاخر شويه؟ يعني ايه؟ يعني الكارت ده اتحرق. امل خلاص اختارت من زمان. بناتك يا خليل، أخيب أملك في بناتك يا خليل. استنى يا بابا.
اللي بيني وبينك كلمة، لكن اللي بيني وبين أبويا دم. أجي معاك يا بابا. استنى عندك. قسما بالله العلي العظيم، انت لو خرجت من هنا ما هتدخل البيت ده تاني. يعني هتخرج من الجنة يا خاي؟ مالها قرف؟ انا مش بكلمك انت، انا بكلمك يا امل، بكلم مراتي. طول عمرك محسس ان انا عايشه في سجن، مفيش اي حد بيتضايق انه يخرج من سجن، ولا اي حد بيتمنى انه يرجع له. تمام، يبقى هتخرجي بطولك، وابني هيعيش هنا معايا. يعيش معاك هنا فين؟ الواد انا هاخده ورجليك في رقبتك كمان. لا بلاش بقى فتحه الصدر اللي انت داخل لي بيها دي. انا سكت لك مره زمان، كلمه زياده هخلي الرجاله يرموك بره البيت. يرموا مين يا ولد؟ انت اتهبلت في مخك ولا ايه؟ ايومي جابر، يلا بينا يا بابا، يلا بينا يا بابا. يلا بينا على فين؟ ده انا دغدغ البيت على دماغك ودماغي اللي اتشدت لك كمان. انت اتهبلت يا ولد انت في مخك ولا ايه؟ ارموا الحيوان ده بره. ايه؟ اوعى تمد ايدك عليه. يلا بابا، يلا بابا عشان خاطري، ولا ابني ياخده بالقانون. يلا يا بابا. ماشي يا ابن سعيد. يلا يا بابا. ما يا فاشل.